لاباس اخباركم على خير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هامبرغر كيجي هائل البنات، صنع منزلي بمقادير مكونات طريقه بسيطه سهل جدا، غادي ينفعكم الوليدات ان شاء الله في الكوتي د ليكول المدرسه اولا في لي بيكنيك اولا ممكن العشاء شي وجبه تكون هكا خفيفه. علاش لا، كيجي هائل البنات الا تبعتوا الطريقه والمقادير كيف ما كنقول لكم، كيجي طوب 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 البنات، كيجي رائع زوين. ان شاء الله نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا الغزاله ديالي، عندي 500 غرام ديال الطحين الفورس، عندي الخميره حبوب، راني درت معلقه كبيره، ها هي كيف ما كتبان لكم، ها هي شو سرعت ودرتها، معلقة ديال الخميرة قلت لكم، خميرة حبيبات اللي كنعجنوا بها الخبز اولا المعجونة، معلقة كبيرة ديال الزبدة نباتية، وعندنا الملحة، الملح على حسب الذوق. غنعجنوهم بشكل عادي البنات، وكاس ما عمرش الزيت، غنديرو تقريبا واحد نص كاس، وهادو هما المقادير. عندنا 500 غرام ديال الفورس كيف ما قلت لكم، معلقه كبيره ديال الخميره، خميره الخبز العاديه اللي كنعجنوا بها، معلقه الزبده كبيره، الزبده من الاحسن تكون نباتيه البنات، ونص كاس صغير ديال الزيت العاديه زيت المائيه. والان غادي نعجنوا الخليط بطريقه عاديه، راه كيجيو هاد ميني هامبرغر كيجيو هائلين زوينين، ممكن تخرجوه منهم دي هامبرغر اولا ميني هامبرغر اولا تخرجوا منهم غريسات اولا القراش، كل وحده كيفاش كتقول ليهم، ممكن تخرجوا منهم الملح والحلو. الان غادي نبداو على بركه الله، غنحيد صوت العجانه. كيف ما كتشوفوا الغزاله ديالي، ها العجين ديالي وجدات، كتكون يعني ما قاصحاش، كتكون في القياس، ما مطلوقاش بزاف او ما قاصحاش بزاف. شو الان غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه، الا كان عندكم الوقت تخليوها حتى لساعه ماشي مشكل، قد ما ارتاحت مزيان نخليها غير هاد البول ديال العجينه. ندير لها شويه الزيت باش ما تلصقش، ونخليها هنا كترتاح تقريبا واحد نص ساعه، ونتلقى معاكم باش نشكلوها كويرات برجر كيكونوا هائلين، راه كيجيو حسن من هادوك اللي في الزنقه، على الاقل هادو كيكونوا فيهم مواد اللي هي كتكون زوينه ديال الدار، ما كنديروش فيها اي زبده كيف ما كان نوعها. الزيت كتكون نباتية حتى هي زوينة، هاهي شتو العجين كيفاش كتكون البنات، شتو كتكون العجين زوينة. البنات كيف ما قلت لكم نخليها واحد نص ساعه ابري نتلاقى معكم باش نشكلو ميني هامبرغر او لا هامبرغر كبير، داكشي اللي خرج لينا. كيف ما كتشوفوا الغزالات ديالي ما نضيعش الوقت، الوقت اللي كترتاح فيه العجينه
اكيد غادي نخدم الكفته باش غادي نعمر البرجر ديالي. خبيزات ديال الكفته حتى هما. عندي هنا 600 غرام ديال الكفته، درت معها جوج البصلات البنات، درت معها الملحه راس المعلقه ديال الملحه. دائما كنقول لكم انا الملحه على حسب الذوق، ما كنعطيش فيها القياس ديالها. انا درت راس المعلقه من ديال كل حاجه من هاد التوابل اللي كتشوفوا، راس المعلقه ديال الملحه، الابزار، سكينجبير، تحميره كيف ما كتشوفوا غزالاتي. والقوام ديال الكفته راه معروف البنات، التوابل باش كنتبلوا الكفته ديالنا غالبا راه معروف. غنزيد شويه الكمون و قزبر حبوب، هذا الشيء اللي كندير انا في الكفته ديالي كتجي هائله البنات. نعاودوا التوابل، كاين ملحه، كاين الابزار، كاين سكينجبير، جنجومبر، تحميره و شويه الكمون وقزبر حبوب. لهذا غادي نحركوا هاد التوابل مزيان في الكفته ديالنا البنات. بالنسبه للكفته البنات كل وحده ديال القياس اللي كيناسبها على حسب افراد العائله اللي عندها. صافي حنا درنا التوابل، غنخلطوهم مزيان حتى تدخل في الكفته ديالنا مزيان مزيان البنات. غنحركوها ابخي غادي نشكلها كويرات على شكل برجر باش تجي مواتيه مع البرجر اللي غادي ندير، كتجي هائله البنات، كتجي زوينه. غنشكلها كويرات كيف ما كتشوفوا. الان انا كنحرك فيها، كندخل في التوابل ديالي في الكفته. انا كنحرك دابا الان بالفورشيط، ولكن ما كاين ما احسن من اليد البنات، يعني كتحاولي تخدمي باليد ديالك. كتدخل الكفته، كتدخل التوابل في الكفته مزيان باش كتجي لذيذه البنات. وهذه هي الطماطم والخس، فروماج، هادشي اللي كنديرو في البرجر غالبا، ولي صوص، هادشي اللي كيكون في البرجر. يعني اسهل حاجه وهي نديروه في الدار ديالنا، كنعرفوا كيفاش خديناه، كيفاش خدمناه، المراحل اللي كيدوز منها. راكم عارفين حاجه الدار ماشي بحال ديال برا. وهانتوما معايا، ها هما البرجر، كنشكل دي برجر بالكفته. راه ممكن ديروا داك القرص ديال اقراص باش تعبروه هكا. باش كنصوبوا الحريشه انا درتهم غير بايدي، كنت مزروبه شويه، شكلتهم خبيزات ديال الكفته. ابري غادي نسوطيهم غير في شويه الزيت. هذه هي الطريقه، وهانتوما معايا غزالاتي. الان كنقطع الطماطم ديالي مطيشه البنات، كنقطع على شكل دوائر حتى هي باش كتجي مناسبه للكفته. وبالنسبه للخس البنات انا ما خليتوش هكاك، ولادي ما كيبغيوش هكا الخس على شكل ورقه. كنقطعو باش كيجيهم ساهل. الا كخليته على شكل ورقه كيحيدوه من البرجر ديالهم، ما كياكلوش. لهذا قطعته باش كيجي ساهل، يعني كيجيهم ساهل في المضغو وكل شيء. بالنسبه للوليدات الصغار الاكثريه كيديروا هذه الطريقه، الا حطيتوا ليهم الخس على شكل ورقه البنات ما كياكلوش، بسهوله كيحيدوه ويكملوا الماكله ديالهم. لهذا بقاو تقطعوا ليهم بحال هذا الشكل، كيجيهم ساهل، كتدخلوه مزيان في البرجر راه كيجي زوين. بيان سور كيف ما كتشوفوا غزالاتي، ها العجين ديالي شتو كيفاش عادت، عادت هائله، خدات راحتها، خليتها تقريبا نص ساعة تقريبا البنات. كتشكليها بالشكل اللي بغيتي، كطوع في يدك كيف ما درتي ليها. درتوها على شكل برجر، انا درت اليوم معاكم لي برجر كيف ما كتشوفوا. بغيتو ديروها حتى ميني باغيت، هاد العجينه راه تشكلي منها اي حاجه بغيتي. كيف ما قلت لكم راه ممكن ديري منها المالح والحلو، غير الا بغيتو ديروا الحلو كتدخلوا معلقه سنيده البنات، يعني واحد ثلاثه او اربعه المعالق سنيده راه كتجي هائله. بالنسبه الا بغيتو تعمروها بشي حاجه حلوه، شوكولا ولا اي حاجه. انا درتهم دي برجر اليوم، مشيت الحاجه اللي مالحه كتنفع بزاف. انا غالبا كناكل حوايج اللي هي مالحه ماشي حلوه. كيف ما كتشوفوا كنقرصوا العجينه بشكل صغير، وراه كتبان مع الكاميرا هكا. راه درت كويرات صغار، غندهنهم بشويه صفرت البيض البنات،
صفرت البيض باش ما تبقاش فيه ديك الزفوره، درت فيه الخل، معلقه الخل، وغادي نرشو بالسمسم. البنات كيما كتشوفوا معايا في لا فيديو راه ساهلين، البنات كيجيو هائلين، والاهم في هادشي كيجيو رطبين قطنيين البنات بحال القطن. ها انتوا معايا، ما تقطعوش البنات، بقاو تشوفوا المراحل كامله، راه كيجي همبرغر غزال البنات، غزال رائع ضروري البنات. كيما كتشوفوا كندهن يدي بالزيت، والطاوره ما درتش ليها سولفيريزي، بابي سولفيريزي انا ما درتوش، يعني الطاوه نقيقيه عندي، ودهنتها مزيان بالزيت باش ما تلصقش ليا يدي. دهنتهم بالزيت كنشكل كويرات كيما كتشوفوا، راه كتجي هائله، عجين تحكمي فيها كيف ما بغيتي. الان كندهن كيف ما كتشوفوا البرجر ديالي بصفاره البيض مخفاه بشويه الخل، وغادي نرش بشويه سمسم زنجلان، وندخلهم الفرن على درجه الحراره معتدله 180 حتى يطيبوا لي برجر ديالي، نشوفهم ذهبوا خداو اللون المناسب ديالهم. ابخي نخرجهم من الفرن وتشوفوهم كيفاش النتيجة ديالهم، راه كيجيو هائلين البنات. كما كتشوفوا الغزالة ديالي انا كنشحرت الكبسة ديالي او كنطيب فيها، درت شويه زويته في المقله، زيت شويه الزيت في المقله ماشي بزاف، وكنطيب الكبسه ديالي بشكل عادي دوائر ديال البرجر. وهذا هو خبز البرجر، شو كيفاش كيجي قطني البنات، كيجي زوين البنات، واخا يبقى 4 ايام في الدار كيبقى رطب البنات، كيبقى زوين حيت داخله فيه الزبده والزيت. وهادو هما المقادير باش غادي نعمر الهامبرجر ديالي. وهانتوما كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، مسائل بسيطه كتحضري بها بزاف د الحوايج، كتحضري مسائل اللي هي زوينه من الاحسن تاكلوها في داركم، في يعني مسائل اللي كتكون على برا، الا اضطرينا مره مره علاش لا، وانما ماشي بحال حاجه اللي خدمتيها في دارك كتعرفي المراحل اللي كدوز منها. غزالات ديالي هاد المايونيز درتو في الدار، دابا نديرو معاكم، كيجي هائل البنات زوين، درتو بزويته بلديه، راه ما كيهش الزيت بزاف البنات على فكره، الزيت غاليه دابا درت زيت بلديه، كيجي هائل ولذيذ وصحي البنات. وهانتوما معايا كيف ما كتشوفوا، كنعمر لي برجر ديالي، كندهن بلا مايونيز هي الاولى، كنحط الخس البنات بالشكل اللي قلت لكم، ميوس حتى تقطعوه باش الوليدات ياكلوه، الا تحط ورقه هكا في وسط الهامبرغر يعني كيزولوا هذيك الورقه ديال الخس وعاد كيبداو ياكلوا. بالنسبه لولادي انا كنقطعوا لهم بهذه الطريقه صافي، كديروا الكفته ولا طوماط والفخوماج وهذاك لانشون اختياري اللي بغا يديروا يديروا، ولي صوص حتى هما اختياريين. انا درت لا مايونيز اللي خدمته بايديا، ما عدا لا كانت عندي شي صوص اخرى كنديرها، الان عندي غير لا مايونيز درتو، كيجي هائل زوين. وهذه هي الطريقه ديال البرجر ديالي، بقاو البنات حتى الاخر تشوفوا لي برجر كيفاش غادي يجيو، راه كيجيو هائلين زوينين واعرين البنات، والله ما تقنعوا منهم، اللي ذاقوا عندكم غادي يسولكم الطريقه والمقادير، المقادير راهم باينين كيف ما كتشوفوا. الطريقه ديال البرجر اللي كيجي
قطني رطب البنات وهانتوما معايا. الغزالات ديالي هادي النتيجه النهائيه ديال لي برجر ديالي. شوفوا الهامبرجر كيفاش كيجي البنات، شهوه منه غزاله البنات، خرج ليا كميه وفيره البنات. الان حضرت غير داكشي اللي غادي نقدو ناكلوه ديك الساعه، وها هما لي شاطوليا كيف ما كتشوفوا، جاني طبصيل قدو قداش ما شاء الله تبارك الله. شاطو المقادير كيف ما كتشوفوا كيجي هائل زوين البنات، تحضير منزلي طوب البنات، كيجي زوين بحال هاد الشكل كنبغيوه في رمضان. بلا رمضان انا هادشي كنستعملو، بلا رمضان البنات. نتمنى يعجبكم، وين على الرضا ديالكم. الى فيديو اخر بحول الله، تحياتي لكم، باي باي. ما تنساوش دعم القناه بلايك وسبسكرايب. الى فيديو قادم بحول الله، تشاو تشاو.